هل نستدل بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين على أن تارك الصلاة لا أحد يشفع له يوم القيامة وأنه مخلد في نار جهنم؟ هذا هو، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر الكفر الأكبر ومخلد في النار ولا تنفعه الشفاعة لأنه كافر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم ضمير جمع، وين يرجع إليه؟ إلى جميع أهل هذه الأوصاف، وأولها لم نكن من المصلين. نعم، واضح الكلام. نعم.